ريما بدي رحب فيكي بسيزن 3 من واكي، وبحب اعرف اكثر عنك، عن شو دارسه وكيف نوعيه الاشغال اللي بتنفذيها بالارت. اوكي، انا خريجه جامعه البلمند القلبة، عامله 5 سنين دراسات عليا، ورجع مكفيه بسيرجي بونتواز وبلانزاك بباريس كاستاج، ورجعت اكيد هونيك كمان عملت يعني كمان مثل معارض، مشاركه بمعارض كتير. رجعت عملت اختصاص تاني جرافيك ديزاين بسنه 2007 2008، اخذتها هيك يعني كبس كرمال الانيميشن، الواحد يطور حاله، لان الانسان بيطور حاله الافاق. نعم نعم اوكي. هلا باعمالي انا اكيد انه مرقت بكذا مرحله، والانسان كيف ببلش كيف يتخرج، شو بقول يعني، بيقولوا انه مثل ستيب باي ستيب، يعني الواحد هيك بيتطور بتطور لحتى بعدين الواحد يختار شو بده. يعني انا مرقت بكذا مدرسه، مرقت بكذا مرحله، ولحتى انا حتى اقدر لاقي حالي. اليوم وهلا استقريتي انا شوف، انا بعدني على رياليستيك والابستراكت، بس دائما بيكون في رساله معينه اني بدي اوصلها للمشاهد من خلال اعمالي. مش انه بحب اني انقل مشهد او شيء، لا، انا اذا مثلا يمكن من اشياء الكولاج اشياء تكون الكونتمبرري ارت، يعني انه هيك ادخل فيها، انه هيك انه اكثر. ودائما بيكون في سابجكت معين، اذا بروح ابستراكت ما بروح هيك دغري، من رياليستيك للابستراكت بطريقه يمكن كولاج، بطريقه يمكن اشياء تانية اني اعملها بالخشب، اني ادخلها للوحاتي يكون فيها هيك مثل مودرن بلس كونتمبرري، يعني يكون هيك ارت باللوحه الوحده فيها الميكس. ايه نعم، دائما ميكس ميديا عندي على طول. اها، يعني ميكس ميديا والميكس بالفكرة عم بحكي، مش بس الميكس ميديا. ايه كله بالشغل بالفكرة بكل شيء، بحب انه على طول يكون هيك اب تو ديت، ضلني وعلى طول انه مش الواحد يكون اكاديميك، يعني يضله انه محله. فهمت عليك. شو اخر لوحة عملتيها ريما؟ اخر لوحة عملتها هي اسمها هيدي القوة المجهولة، انون باورفول، عملتها وكانت معروضة بيوم العيد الوطني الفن التشكيلي بالقصر اليونسكو اللي صار ب 25 شباط. كانت وهي هيدي كمان، لحتى هيدي اللوحة كان حلفني الحظ انه دخلت بال NFT، يعني كمان هلا بال هيدي اللوحة، وهي هيدي عبرت عنها باشياء دخلت فيها مثل ابستراكت بنفس الوقت رياليستيك، بس فيها عن جد بيطلع فيها كل واحد بيشوفها من ميلي، يعني كان بالوانها بخطوطها بالفكره تبعيتها اللي انا عبرت فيها، شخص تاني بيقدر يقراها يمكن بالشيء اللي انا اللي عبرت فيه، او من ناحيه تانية اللي هو اللي بيشوف فيها. نعم، انا بدي اشكرك على هذا اللقاء ريما، وبتمنى لك الحظ السعيد دائم، وان شاء الله نشوفك بمراحل متقدمه معنا بالبرنامج. شكرا لكم، شكرا لهال كمان انتوا اللي عم بتشجعونا، واللي وقفتكم حدنا حد الفنان اللي هيدي نحن بدنا اياها. بتشكركم كثير. منتشرف، العفو، منتشرف.